رداً على الصور الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية التي عثر فيها على جثث الكثير من المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية واتهام كييف الأخيرة بقتلهم، كشفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. السفيرة الأمريكية قالت في تصريحات للصحفيين خلال زيارتها إلى العاصمة الرومانية بوخارست وذلك يوم الاثنين إن مشاركة روسيا في مجلس حقوق الإنسان أصبح غير واقعي، مضيفة أن الوقت قد حان لتصوت الجمعية العامة لاستبعادها. غرينفيلد عبرت عن امتنانها للبلدان 140 التي وقفت مع الولايات المتحدة لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرة إلى أن الصور القادمة من بوتشا والدمار في جميع أنحاء أوكرانيا يتطلب من الجميع العمل ضد روسيا. ويمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها. من جانبه قال غينادي كاتيلوف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف إنه من المستبعد أن تحظى هذه المبادرة بتأييد الأغلبية، مبيناً أن واشنطن تستغل أزمة أوكرانيا لمصلحتها الخاصة في محاولة لاستبعاد أو تعليق عضوية روسيا في المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف على حد تعبيره. الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان لا يمكن أن يتخذ قرارات ملزمة قانوناً، لكن قراراته تبعث برسائل سياسية مهمة ويمكنه التفويض بإجراء تحقيقات.